يومك طويل، المواقف البايخة كتير، كبر دماغك مع 7 أب. شوف لهم اثنين واقفين على ديسك ولا حاجة. الموضوع شكله غريب يعني، فضلت واقف ببص لقيت في ناس ورايا وبتاع واقفين في الصف. لازم يبقى اسمك مكتوب. مش عارف بس انا لازم ادخل. بس فبعد كده قال لي لا انا بكلم بجد، هو اقرع و ما شفتوش، ما شفتش غير ركب بني ادم ضخم ومرعب يعني، راجل مرعب يعني. وصل له لغايه نص جسمه كده. هتكلم معاه ازاي ده؟ مفيش. ليه اسمه سيد؟ في داخل الطولات. في حاجز طيب انت مبلغهم من رجل يعملوا لها حاجز؟ عادي. الحمام؟ اجيب بيت عزار. حاجز ايه؟ حاجز ايه ده؟ حاجز الحمام؟ اه. كلام؟ جديدة دي. مش كده. في حاجز حضرتك؟ طولات؟ لا مفيش حاجز. لحظة بس، لحظة. وانت داخل الحمام بتاع حضرتك بتقول لي على اسمك؟ لا والله حجز الحمام ده بعرفه مش عارف. ايه انا احدد نوع الحمام اللي عايز اعمله ولا حط اسمك بس ولا بكتب اسمي بس؟ ده الكلام ده جميل على الرولز دي بقى. الاداره ادارك ايه؟ للاسف اسم حضرتك مش مسجل هنا. شوف اكتر واحد كبر دماغه مع 7 اب. الاسم حلو؟ بتسجل على الجيست ليست عندي؟ جيست ليست؟ على الطلات؟ فادي اوكي فادي مجد. فادي؟ للأسف. مش عارف تدخل. ايه يا فندم؟ للأسف جدا يا فندم مش هينفع العرض تدخل. اعتبرك مكتوب عليك. اعتبره مكتوب؟ انت لو واقف مكاني هتعمل ده؟ ايه؟ هكتب الاسم ده. انت لو واقف مكاني هتعتبره ده؟ ايه هكتب الاسم ده فندم. يبقى انا هحاول اكلم الاداره؟ يعني كلم الاداره، كلم الكافيه، كلم الباركينج بره. وانت جاي من القاهره ما سجلتش اسمك؟ لا سمحتش اعرف انا جاي. محدش عارف خالص؟ لا عادي بتحصل. ايه؟ بتحصل عادي. اوكي إيه؟ اوكي. فضلت مخضوض اول شويه بس بعد كده لحد ما بدات اجمع يعني. بس عامة الـ celebration كان وهمي. بس هي فكرة حلوة جدا. أنا كبرت دماغي مع 7 Up وكسبت الفاوتشر من الـ version.